بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن المناقشة في هذا الموقع من كتاب المواقف تدور حول بساطة الوجود أو تركيبه، وأنه بديهي أو مكتسب. ومن البداية هناك حوار بين أنصار هذا المذهب وذاك، ونعلم أيضا أنه قد قدم وجوها أربعة تقريبا لإثبات بساطة الوجود والرد على مخالفيه. والآن هو يناقش الاعتراض الثالث أو الرأي الحجة الثالثة التي تمسك بها القائلون بالتركيب. فيقول، أرجع قليلا إلى صفحة 92، ويقول في منتصفها مسألة تعلمونها، وهي أن العام والخاص. فالعام مثل الحيوان مثلا هو داخل في حقيقة الإنسان كنوع، الحيوان جنس. ومن الواضح أن الخاص هو نفس العام بإضافة شرائط، هذه الشرائط تضيق الدائرة. إذن حقيقة الخاص هي حقيقة العام مع مزيد شروط. فنقول حيوان ناطق أو حيوان صاهل أو حيوان سابح أو حيوان، لكي تتعين الأنواع. فهو يقول يعني ما دام الأعام أسبق في الوجود، وما دام أبسط في الدلالة أو في المعنى، لأن الأخص أكثر تركيبا، فكيف نلجأ لتعريف الأعام إلى الأخص الذي هو أعقد ويأتي متأخرا والعام أسبق منه؟ دي المناقشة اللي هي مرت بنا، وقال فيها أنه الأولى أن يكون التعريف بالأمر الأقل شروطا وأقل معارضات أو مخالفات، يعني بقدر تعدد الشروط بقدر ما توجد أصناف أخرى مناقضة للشيء المعرف. واضح طبعا أن المناقض للسمكة مثلا من أنواع الحيوان أكثر من الجمادات أو التي هي مناقضة للحيوان أو الكائن الحي بإطلاق. فتلك هي مسار الاستدلال أو المناقشة. فبنى على هذا كله قوله فيكون وقوعه، يعني الضمير هنا لسه ما دخلتش في الفورمة فهجاوب أنا، وإلا أنا أحب الجواب يجي منكم. جوابه يعني فيكون وقوعه، يعني وقوع الأعم في النفس أسبق من وجود من وقوع الأخص. فيكون وقوعه في النفس وارتسامه فيها، لأنه يقع على وجه الإدراك الباطني في العقل الباطن أو في ما يسمى بالحواس الخمس الباطنة. ف
فوقوعه في النفس المقصود بالنفس هنا وارتسامه فيها أي في القوى الخمسة الباطنة أكثر، يعني يتردد عليها أكثر بحكم عموميته وقلة معارضيه، فيكون وقوعه في النفس وارتسامه فيها أكثر من وقوع الخاص وارتسامه فيها، يعني أي فيها، فيكون أعرف، لأن كل ما تردد على النفس وقلت مخالفاته وكان أبسط يعني يتوقع أن يكون أوضح لدى الناس وأسبق في الحصول. لكن هذه الحجة لا تسلم من مناقشة أيضا، فهو يقول وجوابه أي جواب هذا الوجه الثالث أن نختار في تعريف الوجود بالحد، يعني هو إيه؟ هياخد جانب القائلين إنه مكتسب وليس بديهيا وإنه ينال بالحد، يعني يدرك بالكون. هذه الدعويان اللذان بدأ بهم الكلام، بل هو مكتسب ويدرك بالحد ويعرف بالكون، واضح؟ نختار أن تعريف الوجود بالحد، فنختار أولا نختار بالحد يعني كيف؟ ما هو ترتب على هذا إن الأجزاء هتبقى هي نفس عين الكل وإنه إلى آخره، وإن الأجزاء سابقها نعرف بالمتأخر وإنه إنه إن إلى آخره. نختار أولا، أولا ليه؟ لأن هيقول ونختار ثانيا ونختار ثالثا، لأن الحجة اللي فاتت بتاعة الناس اللي هم حجة القوم القائلين بالتركيب وبعدم البداهة وبأنه غير يعني بأنه ينال بالكسب، فيها يعني احتمالات، يعني هي من قبيل الشرطية المنفصلة اللي هي إما وإما، إن قلتم كذا وإن قلتم فكذا، لكنتم فكرين إنه قال له يعني هتبقى وجودات ولا عدمات وإلى آخره، فاكرين؟ فهي من قبيل القضية الشرطية المنفصلة أو القياس الشرطي الانفصال، الذي الإنسان إما رجل وإلا فإن كان رجل فكذا وإن كان كذا، والغرض منه كما قلنا إثبات بطلان دعوى الخصم بإبطاله أو بإبطال نقيضه على طريقة دليل الخلف، لن يخرج الأمر من كيت وكيت، وده ما ينفعش وده ما ينفع، إذن النقيض صح صحيح، واضح؟ فهذا هو السر في نختار أولا نختار ثانيا نختار ثالثا كما سيأتي. فبيقول أنت ترددنا بين احتمالات سنقبل بعضها، وهو المسألة حوار بين سائل بين مستدل وسائل. فهنا بيقول وجوابه أي جواب الوجه الثالث اللي هو ردد ده بين أن نختار أن تعريف الوجود هنسلم بأنه يعرف ويعرف بالحد، ونختار أولا في المحاولة الأولى أن أجزاءه التي يحد بها هي نفس حقيقته، يعني ما عندناش وجودات هنا، أسف ما عندناش حكاية كل جزء، وهذا مبني كما قلنا على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري الذي يرى أن الوجود في الشيء هو عين حقيقته، يعني ليس على المذهب زي ما جدا ليس على المذهب الجاري بين سائر المتكلمين والفلاسفة والمناطق إلا من وافقه
على رأيه هذا، مرة يقال إمام الحرمين، مرة يقال الباقلاني، لكن أكثر الأشاعرة لم يتبعوا شيء، مش عارف ليه. فهذه عايزة دراسة، ما أخرج من تطور المذهب الأشاعري ولا أدري. ثم معايا؟ فبيقول إذا كانت المسألة وجودات ووجود كل شيء عين حقيقته، فأين الجزء وأين الكل؟ إنما يأتي هذا أو يلزم القائلين بأن الوجود مشترك معنوي، وموجود معنى الوجود في كل موجود، صح؟ يعني يبقى جزء منه. لكن إذا كان الاشتراك في الوجود مجرد اشتراك لفظي، لكن وجود الواجب غير وجود الممكن، ووجود ممكن غير وجود ممكن آخر، أخدم بالكم، فلا يأتي هذا أنه يستوي معنى الجزء مع الكل، لا، ده كله متميز. أهلا وسهلا، من الشيخ؟ اسمه إيه؟ أحمد. أصلك شكل الأخ أبو سنة الذي فارقنا، مش عارف ليه. فاكر أبو سنة؟ امتحاناتهم أكيد. لا، ده مش امتحانات العام الماضي. هو سأب نعم، لكنه الآن لابد في الامتحانات لأنه في السنة الثالثة. صحيح، هذا حق. أنت خلصت امتحانات؟ أهلا بك. ماشي. فنختار أولا أن أجزاءه التي يحد بها وجودات، هو قال له يا كذا يا كذا، اختار أنها وجودات يستوي الجزء مع الكل، تختار أنها عدمات يتكون الشيء من نقيضه، واضح؟ فسنختار أولا، لأن المانع له أن يناقش ما شاء ويرفض من الأدلة ما يشاء، مبد من أدب البحث. فالمانع يقول والله إن ترددتني بين أشياء أنا سأختار إن الكل مركب من وجودات. وأما قولك يعني في الاعتراض علي إذ أختار ذلك بأنه يترتب عليه إن الجزء مساوي للكل، واضح؟ نرد الطرف الآخر، قولك اخترت أنها وجودات، وأما قولك اعتراضا علي أو بيانا لضعف اختياري فالجزء إذا مساوي للكل، لأن ده وجود وده وجود، فالجزء مساوي للكل في تمام الماهية، خد بالك في تمام الماهية مش في الماهية، في تمام الماهية. قولك هذا الأخير ده ممنوع، مضروب، مش كويس، واضح؟ قولك هذا الأخير وهو أنه سيكون الجزء عندئذ إن اخترت الوجودات مساويا للكون في تمام الماهي، بالك من القيد ده. قلنا يعني نحن الذين نصر على أنه مركب لا بسيط، وأنه يعرف والآخر، وأنه مركب من وجودات، نقول لك هذا القول ضعيف ممنوع. إزاي؟ اللي هيجي بقى يبقى مش دليل، يبقى سند المنع. قولك فالجزء، وليه فالجزء؟ يعني فالجزء عندئذ، يعني إن اخترتم فا، هذه لأن فينا تقدير شرط، متى اخترتم أنها وجودات فإذا يلزمكم كيت، هذه فا، فهي في جواب شرط المقدر. قولك أيها المدافع عن البساطة
فالجزء قولكم إذن أنت معنا من البداية. المناقشة حول فكرة الوجود، هذا الشيء موجود، أنا موجود، أنت موجود، حد يشك في وجود نفسه؟ طيب الوجود ده مفهوم بسيط يعني لا أجزاء فيه وحتى الأجزاء العقلية بلاش، بديهي يعني كل واحد يدركه كده، الصغير والكبير والعاقل والجاهل والعالم وكل أدل الفكر. ففي ناس بيقولوا كده ناس بيقولوا كده، وده بينتصر للرأي وده بينتصر. الناس بيقولوا لا ده مش بديهي، ده عايز محاولة لإدراكه، وهو مفهوم مركب معقد، وإلا لم احتج بحث بين العلماء إلى بهذا القدر. يعني لو كانت المسألة يمكن يعني زي ما قلنا الأشكال، يعني أن احنا بنحول المسائل التي تبدو بسيطة إلى معقدة، وإلى الأسئلة التي تبدو بديهية أو ساذجة إلى أسئلة فلسفية. يعني الفلسفة كده لا تعني شيئا أكثر من هذا، فإما أن تحكم عليها بالغلق وعندئذ ينقلب اسم الحزب من حزب النور إلى حزب ثاني، يبقى حزب الظلام، أو يقولون بالإباحة كما قالت الأمة من أولها لآخرها حتى اليوم، ولا خطر على الإسلام، بل هو منصور بإذن الله. فإذا قلنا بأنه سواء كانت دي مسألة تستحق، إنما عندهم تستحق النظر، وعند الفلاسفة في العالم كله، ليست الأنثولوجي ده تلت الفلسفة ليند، ويا حاجة أنثولوجي يعني وجود، نظرية الوجود وإيه أبستمولوجي يعني المنهج، ما دام في حقيقة نقدر ندركها كيف، وثالثا القيم، الحق والخير والجمال. الحق تدي فلسفة القانون وفلسفة الحكم والسياسة وكل، والخير الأخلاق والتربية والتصوف، والجمال الفن، فنون المختلفة. فدي الفلسفة النهار. فلولا أن ده سؤال مهم أو هام مش عارف مهم أصوب، لما وقفوا عنده. عرفت بقى أساس الحكاية؟ فاللي بيقول لا ده حاجة بديهية، حد يشك في وجود نفسه، أنا موجود، يبقى الوجود اللي هو جزء من العبارة دي أنا موجود، ما تشمل حاجتين، إن في حاجة اسمها وجود إحنا متخيلينه، وأنا من دول الموجودين مش المعدومين، صح؟ فده ببساطة البداهة. الثاني بيقول هذه مسألة مش بسيطة ولا بديهية. فهمت بقى الأصل؟ هذه كأنك جيت من الأول. فاللي بيستدل على إنه لا مش بسيط بل هو معقد ومش بديهي، بل يحتاج إلى جهد وكسب، كسب يعني محاولة للنظر والاستدلال، صح؟ أو التعريف، مش ضروري الاستدلال. أما هو المواطنة، إيه هي المواطنة دي؟ ديمقراطية، إيه هي ديمقراطية دي؟ في أشياء مفردة كده لكن تحتاج إلى تعريف، إن لم تحتاج إلى استدلال. واضح معنا؟ فبيقول لو أنك اخترت في الرد علينا بأن الوجود ده مركب، الوجود اللي هو في الكل، فيه وفي العمود ده الموجود ده وفيك، بل في وجود الخالق هو موجود في حاجات كثيرة، فالوجود اللي في الأجزاء زي الوجود اللي في الكل مركبات،
إن قلت نعم يبقى الجزء مساوي للكل، وإن قلت لا ده مش وجودات بل هي عدمات يبقى الشيء مركب من ضد أو نقيض. كيف يتركب الوجود من عدمات؟ واضح بقى؟ تبدو كده متناقض، بس خليك معانا يا شيخ أحمد، أمور تفهم لو الواحد حط دماغه فيها. قولك فالجزء، شوف قولك فا يعني واضح ان المقول في حتة مطوية، قولك إن اخترت هذا فيلزمك أن الجزء مساوي للكل، لأن ده موجود وده موجود، لا فرق بين الجزء والكل في تمام الماهية. قلنا ممنوع، ممنوع يعني الكلام ده مضروب، واضح كلمة مضروب طبعا ضعيف، يعني كلمة من لا وجود لها في اللغة العربية الفصحى، إنما هي لغة مصرية. قولك هذا مش ولا بد، ضعيف من وجوه، أولها قل ممنوع، أنا غير مسلم بما تقول، فإن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته. ما فيش وجود كلي كده أنت واخد منه حتة والجزء واخد منه حتة، لا، ده وجود كل شيء خاص بيه. وفي الحالة دي يبقى الوجود لازم يكون لفظ بس، يعني الأشياء الموجودة دي مشتركة في لفظ الوجود، إن دي موجود وده موجود وربنا موجود وأنا موجود، لكن وجوده زي وجودي؟ لا، وجوده خاص به ووجودي خاص بي، وجود العمود ده، واخد بالك؟ وإذا فليس هناك اشتراك ولا تركيب، حتى نتساءل ما إذا كان مركب من إيه ولا إيه والجزء يساوي الكل، واضح؟ فالجواب ده على أساس مذهب معين يقول بأن الوجود عين الموجود وحقيقته، أي أن وجود كل شيء يخصه، وأن الاشتراك في وصف الوجود هو اشتراك في مجرد اللفظ. أما إن قلت إنه اشتراك معنوي، يعني الوجود داخل في تقويم كل كائن موجود، هذا اشتراك معنوي، فذاك شيء آخر. فعندئذ تأتي مسألة جزء وكل، وإن الجزء يساوي الكل، لأن احنا نسفناها من الأصل. واضح يا أخي؟ أنت أشعري؟ مرشح، مرشح الأشعرية زي الاثنين مترشحين، زي الاثنين المتشرحين للرئاسة، فأنت مرشح لتكون أشعري. أنت زعلان، هو نبذ يعني، تنابزه بالألقاب. كان الشيخ علي سامي النشار وهو رجل يعني طاف العالم، وكان يعني مصري يقول لك أطع السمكة وديلها، مش عارف إيه معناها دي. طب يعني ليه أطع السمكة ديل السمكة؟ ده يبقى مهر، مش الشاعر بيقول يا قاطعا ذنب الأفعى ومرسلها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا. يعني كما قطعت الذنب وكنت فاشلا في المرة الأولى فأتبع الرأس الذنبا. فمش عارف اللي بيقولوا السمكة وديلها، المصريين لهم كلام يخفى أحيانا ويشكل. يعني زعموا المذهب القائلين بالاشتراك، يعني الاشتراك في الحقيقة في ماهية الوجود، جعل الوجود
جنس الأجناس. تلك مسألة أخرى يعني كونوا وجد لكن كونوا جنس الأجناس أو فوقه جنس آخر لا تتصل بمسألة الله. يعني ليس كل من قال هذا وجب علينا يقول هذا. جنس الأجناس وينقسم إلى واجب الوجود وممكن الوجود والممكن ولا العرض والجور إلى آخره. الجور ممكن من أسئلة أخرى تعلق ب يعني فكرة المقولات ويعني ما أعم الأجناس مطلقا في الكون هو مبحث على حياله. لكن بس فيه إذا قلت بحاجة ما تقدرش تجمعها مع حاجة على سبيل المثال حاجة هتيجي بعد صفحتين أو ثلاثة يقول لك إنه مش إحنا قلنا هنا هو إنه اللي يقول معانا بأن الوجود مجرد لفظ زي أبو الحسن ومن تبعه مجرد لفظ وإن الوجود هو حقيقة الموجود معايا يبقى ما يقولش إن الوجود جنس. المسألة مجرد اشتراك لفظي ووجود كل شيء عين حقيقته. يعني التزامك بنقطة بيتبعه فهيجي يقول يعني مثلا إلا قالوا بأن الوجود مشترك معنوي فإنهم قالوا بأن الوجود في الواجب هو الوجود في الممكن من حيث إن كليهما ليس بعدم أو زي المناقشة اللي هنا ليس بمعدوم فالتقابل واضح. لكن ماذا لو قلت بالرأي الثالث وهو الأحوال في حاجة لا هي موجودة ولا هي معدوم عند القائلين بالأحوال. فهناك قول لم يقل به أحد هيجي قدام هنا وهو إنك أنت لك أن تقول بأن الوجود مفهوم حقيقي وأن الموجودات مشتركة فيه وأنه داخل في تقويم كل شيء لا على سبيل تمام المهية لأنه هو مش تمام المهية إنما هو جزء من المهية. فالغلط جه هنا من حكاية تمام المهية مش بس يعني ده من ضمن الأغلاط واضح. فليس لك اللي يقدر يقول بأن هو ليس جزءا من المهية على الإطلاق صاحب مذهب أبو الحسن أنت معايا. واللي هو يقدر يقول بأنه دعني من مسألة الوجود والعدم ده كله المتقابلات اللي انت جبتها أنا عندي نوع ثالث وهو ده منه الوجود ده منه واخد بالك. فلا يلزم كل أولئك فضلا عن انه جنس ولا فصل ولا تمام ما هي ولا بعض ما هي ولا حاجة بك. لأن أنا بقول هنا انه هو نوع ثالث يعني من قبيل الموجودات الذهنية باختصار في نهاية الأمر واضح. فإذا لا ترد هذه الاعتراضات كلها إنما عشان زي ما بيقولوا فق لفق تجيب حتة من مذهب على حتة من مذهب تاني ما يمشيش كيف سيأتي. فأحتفظ بسؤالك حتى لما تيجي حكاية لم يقل به أحد تنبهني. فهنا عندنا ثلاث إجابات. أولها ممنوع لأن وجود كل شيء عندنا هو عين حقيقة عندنا بقى هنا يعني أنا من أتبع أبو الحسن والوجود عندي نفس حقيقة كل موجود على حياله ده شركة فلا جزئية
ولا تقول لي بقى جزئيات عدمات ولا الجزئيات وجودات، الجزئيات والكل جزء يساوي الكل في تمام الماهية ولا في أي شيء من الماهية، ما دام خلاص كل واحد منفصل بحقيقته. مفهوم؟ فإن وجود كل شيء عندنا، أنا هاخد بالمذهب ده، نفس حقيقته، وهي أي حقائق الأشياء متخالفة مش متشارك. ما هو لو قلت إن حيوان ناطق فالسمك حيوان بس سابح، والحمار حيوان بس ناهق، والفرس بس جار أو إلى آخره، أو صاهل يقول ساعات، ما يجوز واحد بالصوت واحد بالحركة، مش عارف ليه. أخص وصفه، أخص وصفه، يعني الصهيل ده أخص الوصف. ليش؟ أبى أقول لك شعر مش عايز أقوله الوقت، واخد بالك؟ فإن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته، وهي ما أنا يعني بجملك ومش راضي أقول له الأبيات من الشعر وأنت تسأليني. ذكرتم سابقا أن الوجود لا يصح أن يكون جنسا. ليه؟ لأنه يترتب عليه التركب في ذاته تعالى، مما به الاشتراك ومما به الاختلاف. فهل هذا يتعارض مع ما ذكر الآن؟ والله يعني المسألة مذاهب ومواقف، هناك من يقول يعني هذا نعم لا اعتراض، إنما يتوجه إلى القائل بأن الوجود مشترك معنوي، صح، وأنه في الواجب عين معناه في الممكن، وإنما التمايز بالفصل، صح، إذا قلنا بالاشتراك. وهذا عندهم لا مانع منه، لأن التركب الذهني ليس تركب الممنوع والتركب الخارجي. والذين قالوا بالأقانيم قالوا بأن الصفات تتجسد في شخص بعينه غير الواجب، فالحياة في الكلمة هي مسيح، والحياة هي الروح القدس، والأب ده اللي هو الذات، صح؟ ثلاثة أشخاص متمايزين، وليس مجرد تعدد صفات، وإلا فإحنا عندنا ذات وسبع صفات أو أكثر في تعداد الصفات، ولكن ليس في هذا تركيب، لأنه عبارة عن شؤون الذات، هي ذات واحدة، ولكن من ناحية العلم كذا، أو الانكشاف من ناحية التأثير كذا، من ناحية القصد والتوجه كذا، واضح؟ فليس هذا، وذلك أهل السنة جميعا مش المتكلمين من المثبتين، يعني القائلين بصفات، ولكن ليست الصفات اللي تعرض للإشكال وقال إن الصفات لا هي عين ذات ولا هي غير ذات، هم الأشاعرة لكي يحلوا هذا الإشكال. لكن أهل الحديث والمتكلمين من الماتريدية ومن كلهم قائلون بوجود صفات، وإن أسماها بعضهم أسماء ما تفرقش، هتقولي هو القاهر القادر المصور الآخر، وتسعة وتسعين بل أكثر يرد عليك القلب التركيب، إذا كانت هذه حقائق موجودة في الذات، لكن دي مجرد صفات، كما تقول إن الذات موجودة، أنا موجودة المنزه بقى من الإسماعيلية بيقول لا ربنا مش موجود ولا معدوم، إنما هو شيء فوق ذلك، تفهمني يا شيخ؟ فلا مناص، هي وجهة نظر، ولكن لا يرمى القائل باشتراك الوجود أو بأن الوجود مشترك معنوي، وإنه لأنه معنى إنه في الله، يعني أن الله ليس فكرة كما يقول البعض، هو ذات
موجودة وجودا خارجيا، يعني خارج الأذهان، ولكن لا تظنن أن وجودا خارجيا خارج الأذهان في الرقعة الطبيعية دي، لا، الوجود أوسع معنى من ذلك، لأنه كان موجودا قبل خلق العالم. من الله ولا شيء معه. الله يا أحمد كامل لا شال، يعني هموم ثقيلة قاضي. جل شأن الله، يا سلام. كان يفرج عن الجواسيس اليهود ويدخل المصريين المحكمة العسكرية، والآن هو، والله احنا اتحكمنا وبرضه كنا، يعني صغار، انا كنت سني 24 سنة والدنيا 25 زيك اكبر من سني، لكن ما كناش نايمين على محفة ولا حاجة، كنا متمسكين شوية رغم الضرب في قلب المحكمة، تقول كلمة زيادة تنزل تحت تاخد الطريحة وتطلع تتحاكم تاني، مش بس عند التحقيق. وده راجل يعني في مستشفى الدولي، الحمد لله، وده كويس من مصر، يعني حاكمته محاكمة فوق العادلة بشوي. أرجو أن تكون تلك نهايته إن شاء الله، وأنصاره جميعا. أنا مش سامعك كويس، إن أنا راجل ما بسمحش. أقول لك لو فاز شفيق، لو فاز شفيق بالرئاسة ماذا يكون؟ أنا أتكلم فقط ولا أسمع، أرى وأتكلم لكن لا أسمع، فكفى علي كده زي حضرتك. فبيقول له يا سيدي إذا اخترت كذا فالجزء مساوي للكل، ده إيه؟ وفي تمام الماهية إذا كان في تشارك، كيف وليس هناك أي شركة؟ وجود كل واحد بتاعه يخصه، وجود كل شيء عين حقيقته، فلا تشارك لا في كل الماهية ولا في جزء من الماهية. ماشي؟ خلاص راح الاعتراض. فإن وجود كل شيء، فإن وجود كل شيء، وقلنا إنه هذا رأي أبي الحسن عندنا، أي الآخذين برأي الشيخ مؤسس المذهب، نفس حقيقته، وهي أي حقائق الأشياء متخالفة، إذا لا تشارك لا في تمام الماهية ولا في جزء منه، خلاص يبقى كيف يكون الجزء مساوي للكل؟ فكذا الوجودات الواقعة أجزاء للوجود، هي متخالفة في أنفسها، يعني في معناها، ومخالفة في الحقيقة للمركب منها، فكيف يستويان أو يتشاركان؟ لا في تمام ما هي ولا في بعض ما هي. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على دعوين، زي ما قلنا إنه أولا مفهوم واحد مشترك
مشترك يعني مشترك اشتراكا معنويا، فإن أخذت بغير ذلك انتهى الأمر. صح؟ يبقى الخلاف مبني على كونه مفهوما واحدا مشتركا، وكتبنا على الهامش أي أنه مشترك معنوي لا لفظي، مش كده؟ هنا أرينا الكلام ده، أدي معنى مشترك هنا. وأما على تقدير كونه نفس الحقيقة، يعني حسب ما أدعي الآن، وهو أن الوجودات متخالفة لا شريكة بينها، واضح؟ فلا يأتي اعتراضك. وأما على تقدير كونه يعني الوجود نفس الحقيقة، يعني حقيقة الشيء الموجود كل واحد على حدة، فالمناسب أن يقال ده تبرع، يعني إضافة معلومات لك، عشان أنت بتقول اللي يقول بالمذهب ده يقول بحتة تانية وقد تتصل، لكن هيجي كلامك صريح. إنما هنا بقى اعرف إنه إذا أنت قلت إن الوجود مشترك معنوي وإنه هو جزء من تمام الماهية أو هو تمام الماهية كما زعم، في الحالة داهيا يبقى يعني يختلف الناس، يعني هل كله بديهي؟ هل كله كسبي؟ طب افرض انك انت خدت مذهب ابو الحسن، انت افلتت من مسألة ان وجود الاجزاء يتساوى مع وجود الكل، اذ لا جزء ولا كل، ده من الاصل ما فيش، صح؟ لكن ما رأيك الحقيقي في هذه الحقائق الوجودية او الوجودات المختلفة في الكون؟ أهي جميعا بديهية؟ أهي جميعا كسبية؟ أم البعض والبعض؟ ده فكرة تانية أو معلومة زي ما بيقولوا اليمدي، حقيقة من الحقائق يتبرع بها، هي ليست على ارتباط بالخلاف، تفهمون؟ فإن أخذت بمذهب الشيخ فقد أفلتت من الاعتراض القائل بتساوي الجزء مع الكل، إذ هذا موجود وهذا موجود، واضح؟ لكن لو قلت بأن الوجودات متخالفة فلا شركة هنا لا في تمام ما هي وجود، لكن يبقى لأنه الدعوة اثنين، المسألة الايه؟ كسبي، وإنه ينال بالحد وتدرك حقيقته. فهو بيقول لك بقى لو إنك أخذت برأي أبي الحسن وهو أن الوجود عينه حقيقة كل شيء، فيبقى في الغالب فالمناسب يعني اللي يتوافق منطقيا كده مع موقفك، تفهمني؟ فالمناسب أي الرأي الذي يتوافق من حيث المنطق مع قولك هذا أن يكون الوجود مختلفا، بعضه بديهي وبعضه غير بديهي، لأن الوجود الإلهي مثلا أنت تدركه بالكون أو بغير الكون؟ لا، أنت تدركه بأوصافه، تدركه بوجه ما وليس بالكون. الإدراك بالكون في الوجود الواجب مما حجبه الله تعالى عن العقلاء، يصرح بهذا الإمام الغزالي وغيره، هذا مما حجب. إذن هيكون بعضه بديهي وبعضه غير بديهي، يعني نظري وإن كان لم تصل ونظري وقد تصل، واضح؟ احنا قلنا إنما المواطنة إيه، العقل إيه، النفس إيه، مسائل غامضة جدا، لكن قد تدرك بالنظر، واضح؟ لكن تلك مما، فالمناسب منطقيا لرأي من يقول بأن الوجود هو عين شخصية الموجود أو حقيقة الموجود وكل على حدة، أن تكون بعض الوجودات بديهية والأخرى كسبية. فالمناسب أن يقال
بعضه يعني يبدو ان الشيخ ما قالش الحته دي او لم تنقل عنه، لان كثير من كتب الشيخ مفقود عند تاليف هذا الكتاب ايضا. انما قبل كده في ايام ابن تيميه كان ارى بعض التفسير بتاع الشيخ ابو الحسن اللي هو 100 جزء اكبر من كتاب الماتوريدي بكثير، اللي هو تاويلات اهل السنه، ولكن بعده فقد تماما لغايه دلوقتي. فاذا من الممكن ان يكون صرح برايه، ولكن فالمناسب ان يقال بعضه بديهي وبعضه كسبي، او يقال بانه كله، او يقال كله كسبي، اذ ليس كنه شيء من الحقائق الموجوده البديهيه. وده ما نزع اليه ارسطو. الواقع احنا بنقول تعريف الحد اللي هو التعريف التام بالجنس القريب او الجنس والفصل القريبين، ولكن من الذي يعرف حقائق الشيء؟ امر صعب جدا. فاعترف بالصعوبه، يعني التعسر بالسين وليس التعذر بالذال، تعذر عن الاستحاله. فحتى الذين ادعوا معرفه الكون عبروا عن عجزهم غالبا، صح؟ فهو هنا بيقول او يقال كله كسبي اذ ليس كونه شيء منه. انا اعرف العمود انه هو شيء اسطواني يحمل قدرا من الثقل او من السطح وبس، انما متركب من ايه؟ وايه الذرات اللي في داخله؟ ويصبر على الزمان او عمره قد ايه؟ أو لا اعرف شيئا غير هذا، ويكفيني انه عمود وخلاص. اذا كنت مهندسا فستحتاج الى شهور من البحث. الناس اللي جم عملوا الترميم دول قعدوا يفحصوا مده كبيره، لما اكتشفوا ان كل اعمده هذا المسجد تعوم على سطح الارض، وأصولها في الأرض ذابت، يعني لو سكتوا سنين أخرى لانهدم. أنت معايا؟ هكذا قرأت البعض المهندسين. فأنت شايف عمود كده لكن لا تعرف ما إذا كان أصوله راسخة لغاية كم متر تحت، ولا مش مفيش، ولا عمود خلاص. فحقائق الأشياء مجهولة منا. قلت لكم العلم الحديث لا يبحث عن حقائق الأشياء، إنما يبحث عن خصائصها المميزة وعن علاقات الأشياء بعضها ببعض. هذا العلم، العلاقات. فأعرضوا، اللي يحب يقرأ منكم كتاب كويس جدا بصرف النظر عن انه امريكاني وانه من فلاسفه البراجماتيزم او الفلسفه الامريكيه، اسمه جون ديوي. ايه عنوان الكتاب؟ مش عارف. اللي عنده الكتاب بتاعي اللي هو المنطق ومناهج البحث، انا نقلت منه، اللي هو انه قال انه اختلاف المناطق، منطق ومنطق ومنطق، يعني يرجع الى اختلاف العالم واختلاف مفهوم العلم. اسمه ايه؟ جون ديوي. المنطق اللي ترجمه زكي نجيب محمود. زكي المنطق. المنطق زكي نجيب. اقول لك اهو، انت فكرتني. المنطق نظريه البحث، هذه العنوان. المنطق نظريه البحث، يعني هو المذهب كله قاله في العنوان، ان المنطق ليس الا اسلوب البحث العلمي في عصر ما، وهو يتنوع. بس يا سيدي هذه النظريه قائمه على بيان الفلسفه الوضعيه عليه؟ لا، مش الوضعيه، الوضعيه مختلفه. الوضعيه فكره عقليه، ده دول ناس مختلفين. هو بيقول الدنيا اتغيرت، العلم بقى له مفهوم اخر، مفهوم العلم نفسه بيتغير. فهمني؟ في يوم من الايام كان من العلم انك تبحث عن الاكسير ويؤدي الى تقدم علمي وكده. لا لا لا، اقرا الفلسفه العامه من جديد،
ليس ديوي من أهل اللي بتقول عليها دي. أوجد كونت، أوجد كونت في نسب بينهم، لأن أوجد كونت ليس فرنسي. أوجد كونت من ناحية قوله إن كل شيء يتطور، وإن الأخلاق لا يوجد شيء اسمه قيم، وإنما هي عادات اجتماعية وتتطور من مجتمع إلى مجتمع. دي يلتقي فيها مع البراغماتيزم، وهو المذاهب قد تتصادق يعني تتوافق على قول واحد في حاجة، ولا يعني هذا إنهم شواح. أهلا وسهلا، خلصت امتحانات؟ هل فرغت من الامتحان؟ نعم؟ كويس، يجيب لكل هدوء الحمد لله، مع أنه كازاخستان إندونيسيا جاكرتا. كل أهل الأرخبيل ملايو والجزر الإندونيسية لغة واحدة وطبع واحد، ينزع إلى الهدوء. أما المصريون فقد رأيتم التصفيق في المسجد، وأنا أذكر بضياعاتك كثير. الشيخ فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية سنة 71 أول مرة أحج، وكنا في الحرم الشريف عند الكعبة بعد الفجر وقد أشرقت الشمس، وإذا بموكب، ما فيش موكب ولا حاجة، هو ماشي في ثياب الإحرام يبدو، كان انتهى الحج جاي يعتمر، وهو ماشي لوحده وراه شوية ناس كده. لكن أول ما أهل والناس عرفوه اللي حواليا كلهم مصريين واخدين على الحكاية دي، صفقوا له، واحنا مش في الأزهر بس، في جانب الكعبة. فتوقف الرجل، ودي أول مرة أسمعه وجها لوجه، وقال هذا لا يجوز، هنا لا يجوز. قال الله تعالى وتلا الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، وكررها ثلاثة: والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. ثم مضى ليطوف. لكن إخواننا العلماء صفقوا في المسجد، يمكن ده خاص بالكعبة الحكم ده. ماشيين لحد كده عطلنا الله يسامحه، أو اللي ياخد بالرأي ده يبقى كله كسبي ولا بعضه كسبي، أو كله كسبي الأليق كده يعني، ما هو بيقول فالمناسب يعني فالمتوقع ذهنيا ومنطقيا، مدام حقيقة كل شيء عين، وجود كل شيء عين حقيقته، ونحن لا ندرك حقائق الأشياء جميعا بل يدركها خالقها، فإذا نحن إزاءها لا نعرف إلا الظواهر. هدانا الكلام، بس هو بيدرك من الظواهر نفعها أو ضررها بس، ولا يعني غير ذلك. أدي جندي والبراغماتيزم، لكن العلم يشوف كل الخصائص تنفع أو تضر تأذي تأذي، العلم لا شأنه. اللي عمل قنبلة ذرية ما كانش يقصد هدم هيروشيما، ولذلك اعترض وجن في حياته آخر حياته، إنه مستغلوا مخترعاته في إيذاء البشر. اسمه أوبنهايمر، ما أعرفش اسمه إيه، ألماني كان من علماء هتلر ثم ذهب إلى أمريكا. في العلم لا شأن له، ينفع يضر، وبعدين ما تظنه نافعا قد يكون ضارا، أليس كذلك؟ العلم يبحث عن الحقيقة خلاص، في خصائص الأشياء وعلاقاتها. ودمتم
حقائق ابحث أنت أيها الفيلسوف إن كنت تصل إلى شيء. فالمناسب أن يقال بعضه بديهي يعني على رأي أبي الحسن، وبعضه كسبي أو يقال كله كسبي، إذ ليس كنه شيء من الحقائق الموجودة بديهية. فالأولى في الجواب أن يقال أجزاؤه وجودات، وليس يلزم من ذلك مساواة الجزء للكل في الماهية، لجواز أن يكون صدق الوجود على تلك الأجزاء صدقا عرضيا، ولا استحالة في صدق الكل على أجزائه من هذا النوع الصدق العرضي اللي هو مش داخل في الحقيقة، لا تمامها ولا جزءها، وإنما هو اشتراك في الضوء. معنا يا سادة؟ ثم قال ونختار ثانيا، يعني ولنا أن نناقش هذا المذهب أيضا، المدعي للتركيب، لنا أن نختار أن أجزاءه ليست وجودات، بل هي مش عدمات بقى، معدومات. هيطول شوية النهار، إنما هي دي خلاصتها. في فرق بين الشيء ده موجود والشيء ده معدوم، وبين إن الشيء ده مكون من عدم زي ما موجود وهو مكون من عدم، ده هو المتناقض صحيح. لكن إنه هو موجود ومركب من معدومات ده كده ليه؟ أنت مش بتقول العشرة واحد واثنين وثلاثة، يعني تسع واحدات زائد واحد كمان يعملوا عشر، فهالاثنين عشرة فهو دخل في تركيبه وجزء منها، لكن يساوي العشرة بس، واضح؟ فالشيء له معنى وهو لوحده، وله معنى إذ هو جزء في الكل، يبقى له طبيعة. واضح يا شيخ؟ هذه الفكرة اللي هتيجي. ليس قولك ب ب ب بالتركيب مؤديا إلى التناقض، لأنه الأجزاء المكونة للكل يعني كما يقول هنا ليست هي نفس الشيء، في وجوده منفردا شيء وفي وجوده جزءا من كل، النفر العسكري منفردا شيء وكونه جزء من الفرقة أو من الجيش شيء آخر، ويجب أن تنظر إليه من هذا. والمثال أهو الدار بلاش العشر، مكونة من الحائط الأيمن والشمال وسطح كمان، فهل حائط واحد منها يعني أنه بيت أو دار؟ لا، إنما ينشأ البيت عندما يكون الجزء ليس جزءا منفردا وإنما هو جزء مكون لكل، وهذا مختلف. فهمتني؟ بس كده. أنا طالب علم، لكن أنت أبا أزهري لما أخش الأصل ما تغيرت طبيعتي، لا، إنما وجودي المنفرد شيء وكوني منتميا إلى كل يعطيني معنى آخر. فهو يقول نختار أن أجزاءه ليست وجودات، قوله يعني والاعتراض علينا بقى إذن ده تناقض، لأنه الشيء مركب من نقائضه أو مما يعاديه، مش كده؟ نختار أن أجزاءه ليست وجودات يعني بل إيه، بل عدمات، أو في الحقيقة عايز يقول إيه، معدومات. قوله عندئذ يحصل الاجتماع بين تلك الأجزاء، عند الاجتماع بين تلك الأجزاء أمر آخر، قلنا نعم، وإيه المانع؟ وذلك الأمر الآخر هو المجموع من حيث هو مجموع، كذلك الجزء شيء وكونه جزءا في كل شيء آخر. خد بالك من حيث، دي من حيث هو مجموع يضم أجزاء كانت قبل وجود الكل معدومات، معدومات أي باعتبارها أجزاء كل لأنها كانت منفردة، حيطة واحدة
وأنا جيت وضممت ليلة حيطان الثلاثة وأسقفتها عملتها بيت. الحيطة المنفردة كانت تعني حاجة من البيتوتة تقدر تنام فيها أو تقيقة من عيون الناس. فإذا هو حاجة وكونوا لما بقى من كل شيء مختلف تماما. فهو كان معدوما. اللي إيه المعدوم فيه؟ إنه جزء من بيتوتة كانت حائطة منفردة مهدمة وخلاص سور مجرد سور إنما مش جزء بيت. واضح يا شيخ؟ كذلك الواحد والاثنين والثلاثة والعشر. الثلاثة لابد منها للعشر، لكن هل هي عشرة؟ ده هي مش عشرة. فنختار أن أجزاءه ليست وجودات. قوله وأما الاعتراض بأنه يحصل عند الاجتماع بين تلك الأجزاء أمر، قلنا نعم يحصل أمر آخر. ذلك الأمر الآخر هو المجموع من حيث هو مجموع، وهو عين الوجود، وإن كان كل واحد من أجزاء ذلك المجموع ليس وجودا، يعني ليس وجودا بمعناه المركب أو كونه جزءا في المركب، ليس وجودا. فيكون التركيب في الوجود نفسه لا في قابله أو فاعله. هذه اللي يلزم علينا ما مش مهم. ثم ما ذكرته منتقض بسائر المركبات، كل المركبات في الدنيا أجزاءها شيء والكل شيء. وإذا نظرت إلى الكل وحتى الأجزاء كلها مجتمعة لكن منفردة، فالكل ليس بموجود، وأيضا هذا الجزء ليس بموجود من حيث هو جزء في الكل، مع أنه قدامك مفرقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إمتى تيجي العشرة؟ إذا ضممتها، ضممت التسعة وحطيت فوقهم واحد بقوا عشرة. لكن قبل كده كانت العشرة معدومة، وكانت أيضا هذه الأفراد التسعة معدومة من حيث هي أجزاء في العشر. واضح يا إخوة؟ يبقى مركب من معدومات، مش عدمات، هي مش عدمات لكن معدومات، يعني معدومات من حيث هو جزء كل، من حيث هو مجموع وهو عين الوجود. وإن كان كل واحد، المجموع ده هو عين الوجود، وهو وإن كان كل واحد من أجزاء ذلك المجموع ليس وجودا، فيكون التركيب، عرفت ليس وجودا يعني ليس وجودا من حيث هو جزء كل، فيكون التركيب في الوجود نفسه لا في قابله. الله الله على الأزهر.